تعالوا بقى نروح لفعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين اللي اختتمت فعالياتها في استاد القاهرة واللي شهدت منافسات قوية جدا في هذه البطولة. تعالوا ناخد فكرة مبدئية كده من خلال هذا التقرير عن ايه اللي كان بيحصل ونرجع نكمل كلام. اتفضل. النهارده احنا في نهائي بطولة الجمهورية للناشئين، تقريبا ما يقرب من 800 لاعب المشاركين معانا النهارده، 25 هيئة رياضية، أندية المشاركة بأولادها بلاعبينها. بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين الموقف، الأداء أداء مشرف جدا، منافسة على مستوى عالي، وأنا شايف يعني دائما أن هناك دائما تقدم وأداء مختلف كل مرة، وبنحقق أرقام مع أولادنا بشكل مختلف. بنشوف أندية النهاردة مثلا بدأت تتقدم مستواها وتظهر في ترتيب الأندية، هي ما لسه بدأ قريب. أنا حقيقة شايف حاجات جميلة جدا، وأرى أعتقد أن الجميع المتابع لكرة السرعة شايف الكلام ده. الحمد لله ختام قوي، عدد كبير جدا من الأندية المشاركة في مباراة قوية جدا كانت موجودة، تنافس بين أكثر من 24 نادي ويمثلوا مستوى على مستوى محافظات الجمهورية كلها، بطولة كبيرة فيها أكثر من 950 لاعب ولاعبة. طبعا انا شايف المستويات عاليه قوي، وده نتيجه كثره البطولات اللي بيعملها الاتحاد، وكمان انا شايف الميزه اللي موجوده دلوقتي. خد بالك احنا كمان اللعيبه المفروض دي المراحل دي طالعه من الامتحانات، فبيبقى مستوى بالقوه ده بعد الامتحانات فتره قليله جدا. انا شايف ده طبعا نجاح كبير للاتحاد وللعيبه ولاسره الانديه كلها. الحاجه الثانيه اللي انا عاوز اقول فيها ان ده احنا يعني النهارده الانديه زي قناه السويس ونادي تسوق تحديدا اللي مركز ثاني ورابع جمهوريه، نتيجه سياسه الاتحاد الفتره اللي سابقه عملنا قاعده اللعيبه الميني سبيد بول، والنهارده هم الموجودين النهارده بينافسوا، وهم دول هيبقوا مناة المنتخب الفتره الجايه ان شاء الله. يعني مجلس اداره الاتحاد برئاسه النائب احمد الخطيب ومجلس الاداره المحترم الموجود عاملين خطه طموحه جدا ازاي يطور هذه الرياضه الفتره الجايه. احنا النهارده في نهائيات فعاليات بطوله الجمهوريه للناشئين، موسم كان طويل الحمد لله رب العالمين بيكلل بالنجاح، مشاركه 24 هيئه انديه من كافه محافظات الجمهوريه، اكثر من 1000 لاعب ناشئ ونشئه تنافسوا على المراكز الاولى، وان شاء الله انتوا هتحضروا التتويج دلوقتي. روح رياضيه كويسه جدا، تفاعل اولياء الامور زي ما شايفين في المدرجات في اعلى مستوى من الروح الطيبه، ودايما بيدفعوا اولادهم للمشاركه في الرياضه. اللي عارفين طبعا انها اكيد مفيده جدا جدا جدا، انها بتبعد اولادنا والنشأ على حاجات كتير جدا. الاهم من كده وكده طبعا احنا عندنا مرحله مهمه، مرحله 15 سنه، البطوله دي بتاهلهم لخوض فعاليات البطوله الافريقيه اللي هتقام على ارض الاسماعيليه في 17/7. طبعا ده ختام النشاط المحلي للاتحاد المصري لكره السرعه برئاسه النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد ومجلس ادارته. موسم قوي جدا، من شهرين انتهت فعاليات بطوله الجمهوريه الكبار اللي بناخد منها المنتخب اللي بيشارك في بطوله العالم، اما البطوله دي بناخد منها المنتخب اللي بيشارك في البطوله الافريقيه اللي في شهر 7 ان شاء الله في اسماعيليه، اللي هتقام على ملاعب الصالة المغطاة بنادي القناة من 16 ل 22. شارك في البطولة 25 هيئة تقريبا زي ما حضرتك قلتي، بمشاركة 14 فرع على مستوى الجمهورية، حوالي 950 لاعب ولاعبة. بصراحة مستوى فني ومهاري يعني أبهرني أنا حقيقة كمدير فني للمنتخبات، وصعب عليا المهمة جدا لأن في مستويات متقاربة جدا. الحمد لله، يعني أول حاجة لازم أشكر ربنا وأشكر أهلي وعيلتي اللي واقفة جنبي. يعني مبسوط جدا إن أنا أخدت مركز، وفي غيري كتير ما خدش، يعني فانا بحمد ربنا اللي خدت مركز على الاقل مش اي مركز. طبعا دي حاجه كان بقالي كتير جدا ما عملتهاش، يعني انا كنت باخد اول وكده، بس الحمد لله السنه دي اول مره اخد كاس احسن ناشئ واحسن صاعد، عشان انا خلاص دي اخر سنه ليا ناشئين. والحمد لله طبعا ده بفضل كل الكباتن اللي مرنوني في النادي ومامتي وبابايا طبعا بعد ربنا، فالحمد لله. هي طبعا بطوله صعبه جدا وفيها حاجات كتير احنا المفروض نعملها، احنا يعني تقريبا بنقعد سنه نتمرن عشان نيجي نعمل كل اللي احنا اتمرناه ده في بطوله واحده، فهي بتبقى بطوله صعبه جدا وبيبقى عليها فيها ضغط كبير قوي، يعني ضغط نفسي وبدني وكل حاجه، واحنا اصلا بعد ما بنخلص ما بنكونش قادرين خالص.